ضمن الجهود الأمنية لمكافحة الإرهاب واستكمالا لأعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الإرهابية المتورطة في التفجير الإرهابي الذي وقع في قرية لدراز بتاريخ 18 يونيو 2017، أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة 2 آخرين بإصابات بليغة، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على أحد العناصر الإرهابية الخطرة، مما نفذ التفجير وتحديد هويات بقية المشتبه بهم والكشف عن ملابسات التفجير الإرهابي، علما بأن أعمال البحث والتحري ما زالت مستمرة للكشف عن أي ارتباطات تنظيمية لمرتكبي هذا العمل الإرهابي بعناصر أو خلايا إرهابية أخرى، حيث كشفت عمليات البحث والتحري أن منفذي هذا العمل الإرهابي هما المدعو حسن عبد الله مرهون راشد 26 عاما مقبوض عليه وضبط بحوزته سلاح ناري كلاشينكوف محكوم بالسجن في قضايا انفجار قنبلة بلدراس في اكتوبر 2014 واشعال حريق عمدا والاعتداء على رجال الامن. المدعو سيد محمد قاسم محمد حسن فضل 25 عاما هارب محكوم بالمؤبد في قضية ارهابية ومتورط في تفجير قنبلة بلدراس في فبراير 2016 وتجهيز وصناعة عبوات متفجرة محلية الصنع وصناعة وحيازة عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار. ودلت التحريات أن هذه المجموعة الإرهابية تعمل تحت إشراف مباشر من حيث التمويل والتخطيط والتنفيذ من جانب كل من حسين علي أحمد داود 31 عاما هارب وموجود في إيران ومسقطة جنسيته ومتورط في تشكيل العديد من الخلايا الإرهابية والتخطيط لتنفيذ جرائم إرهابية أدت إلى استشهاد رجال أمن محكوم بالمؤبد في 3 قضايا وحكم آخر بالسجن 15 عاما ويدير خلايا إرهابية ويعمل منسقا ميدانيا لما يسمى بتنظيم سرايا الأشتر الإرهابي وهو على صلة وثيقة بالحرس الثوري الإيراني والمدعو مرتضى السندي. أحمد محمد علي مهدي إبراهيم زين الدين 25 عاما هارب محكوم بالسجن في قضايا تشكيل خلية متورطة في ارتكاب أعمال إرهابية والتعدي على الدوريات الأمنية بسلاح محلي الصنع وصناعة وحيازة عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار. هذا وقد باشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وإحالة القضية إلى النيابة العامة فيما لا تزال عملية البحث والتحري جارية للقبض على بقية العناصر الإرهابية. وتؤكد وزارة الداخلية في ختام بيانها على المضي قدما في التصدي لكافة الأعمال الإرهابية والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة واتخاذ كل ما من شأنه حفظ أمن الوطن وحماية السلم الأهلي وتوفير السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين، داعية كل من لديه معلومات حول أي نشاط مشتبه فيه بأن لا يتوانى في الاتصال بالجهات الأمنية المختصة على الرقم 8808 وذلك تعزيزا لمبدأ الشراكة المجتمعية. حفظ الله البحرين من كل سوء.